كما أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من مفاتيح الخير، من الدعاة إلى هذه السلفية بما نستطيع، كل بما يسر الله له. واليوم يسر الله لنا هذه الوسائل العظيمة تستطيع أن توصل فيها الحق، على الأقل تستطيع أن تقتطع جزءا من كلمة لشيخ ابن باز رحمه الله، أو كلمة لشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو كلمة للشيخ ربيع حفظه الله، أو كلمة للشيخ الألباني رحمه الله، أو كلمة للشيخ مقبل رحمه الله، ولا أحصر ولكن أذكر مثالا وتنشره. وإنك والله لا تدري كيف سيقع في قلوب الناس. وأذكر لكم قصة وإن كنا لسنا قصاصين، لكن المناسبة، وأذكرها لترتفع الهمم في هذا الباب. كنت يوما أسير في المسجد النبوي إلى درس، فقام رجل من مكانه جاء يهرول إليه، قال: أنت الشيخ سليمان الرحيلي؟ قلت: نعم أنا سليمان الرحيلي. أخذ يكبر: سبحان الله أكبر الله أكبر. نظر فيه وقال: يا شيخ والله، وهو من دولة من دول المسلمين، قال: والله يا شيخ أنا وأهلي تستطيع أن تقول ما كنا مسلمين، ما عندنا من الإسلام إلا الاسم، حتى الصلاة والصيام ما نعرفها. قال: ومرة أرسل لنا مقطع لك. الذي لفت نظرنا وجعلنا نستمع له، نحن ما نستمع للشيوخ، لكن الذي لفت نظرنا وجعلنا نستمع له أنك تتكلم وأنت تبتسم. يقول: الذي عندنا أن الشيوخ ما يضحكون ما يبتسمون، جامدون متزمتون. فيقول: يعني إيش هذا الشيخ الغريب يتكلم وهو يبتسم؟ يقول: فلفت نظرنا فسمعنا المقطع. قال: فانفتحت نفوسنا على سماع كلام العلماء. يقول: أبشرك الآن الأسرة كلها بحمد الله سلفية. يقول: ما أقول لك الحمد لله صارت تتمسك، لا، بحمد الله صار أبي وأمي وأخواتي وإخواني، كل الأسرة في البيت صارت سلفية من مقطع. هنيئا لمن أرسله، أخرجهم من كفر وأدخلهم في الإسلام. هذا رجل لم يتكلم، ليس هو المتكلم، هو أرسله، ففتح الله به قلب عائلة كاملة رجعت إلى الإسلام، بل واستقامت على التوحيد والسنة. والله والله لو لم يخرج الإنسان من الدنيا إلا بالفوز بهذا لكان من الفائزين، إن كان مخلصا لله. هذا فوز عظيم، خير من الدنيا وما فيها. فلا تحقرن إسهاما تسهم به في نشر هذه السلفية، ولا سيما ونحن نرى أهل الباطل بألوانهم وأشكالهم يجتهدون في نشر الباطل. على الأقل زاحموهم، على الأقل لا تجعلوا الناس يعتقدون أن الوقت وقت أهل الباطل بنشر مقاطع العلماء، بنشر الكلمات الطيبات، بنشر هذه المقاطع القصيرة التي يقبل عليها الناس.